مبروك حموتة، مبروك عناصر المنتخب الأردني، مبروكين، مبروك للشعب الأردني الحبيب العزيز. هذه الفرحة المستحقة، الأردن إلى دور نصف النهائي للمرة الأولى. نعم، إذن إنه الثاني من فبراير، يوم لن ينساه الأردنيون، والأردن اليوم لن تنام قاطبة. على حسين عموتة المدير الفني للمنتخب الأردني، ألف مبروك، تبسم. الله يبارك فيك. الحمد لله، الحمد لله. كانت مقابلة صحيح صعبة، يعني في هذا المستوى، يعني من تباري ربع النهائي دائما المقابلات كتكون صعبة، لكن الحمد لله أنه عرفنا متى نتحمل يعني الضغط ديال الفريق الخصم، خاصة في الدقائق الأخيرة بعد ما جبنا الهدف. الفرحة لا توصف، حتى أقسم بالله أنا فعلا من الشغل اليوم عشان أحضر المباراة، وعشان خص نص بس، عشان أنا أول مرة بالحياة بنعجب مدرب زي حسين عموتة، عنده جراءة داخل الملعب لا توصف، ما بيلعب دفاع نهائيا، مش زي باقي المدربين يعني بيجيب جول وخلص ووقف على الدفاع، لا اليوم كانوا رجال وكانوا نشامة. وتحية خاصة للمنتخب وللأردن كلياته، ألف مبروك، نقول لكم الفوز الحمد لله، يعني الفوز المستحق، يعني فوز كان جدا جميل، والمنتخب وصل لنصف النهائي، وإن شاء الله يا رب يكملوا ووصلوا النهائي وبناخذ البطولة. الحمد لله إنه لعيب إسلام والمدرب مدرب رائع، الحمد لله، والفوز هذا خاوة، وإن شاء الله بناخذ البطولة خاوة كمان. أنا بسأل العالمين، وصلنا على نصف النهائي، أول مرة المنتخب الأردني بيوصل نصف النهائي في كأس آسيا، الحمد لله رب العالمين، جهودات المدرب حسين عموتة واللاعبين اليوم أدوا أداء عظيم، الله يعطيهم العافية، وإن شاء الله نتمنى نكمل لنوصل النهائي لأول مرة، والأردن لقدام يا رب البطولة الأردنية. والله الحمد لله رب العالمين، المباراة كانت كويسة، مستوى الأردن إلك عليه يعني شوي صراحة، لأنه يعني الفريق اعتمد أسلوب واحد طول المباراة. فايز إيه، مالك المستوى، أهم شيء الفوز. فايز بس نفس المستوى تلعب في كوريا أو أستراليا، والله ما أضمن لك الفوز صراحة، لازم تشد حالك والله، دفاع دفاع يكس. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله نوصل النهائي، نشيل اللقب، ليش لا، بلدنا مع بعضنا، إحنا كلنا أهل قطر والله أخواننا، إن شاء الله يا رب، والله ليش لا، والله يعني طموحاتنا عالية، مستوى فريق كويس، أول وصلنا بنص النهائي، واحد بس يقول إن شاء الله، والله هذا اللي يقدر عليه. الله يبارك بعمرك الطيب. والله بدايتها كانت شوي صعبة، بس الحمد لله الشوط الثاني يعني همسات المدرب بينت معهم، فنتمنى الفوز كمان لما نوصل النهائي، وإن شاء الله السنة هاي الكأس لنا بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الحمد لله، مباراة كان فيها فرص كثير، مباراة جميلة، والحمد لله اللي فزنا، ولو أنه كان في فرص كثير ضاعت علينا، والحمد لله، إن شاء الله الكأس أردني إن شاء الله. الحمد لله تمام. يعطيك العافية، الحمد لله كانت مباراة ممتازة، يعني ضيعنا فرص ولكن هي خسارة ولعب، والحمد لله الحمد لله فزنا بالنهاية الحمد لله. يعطيكم العافية، أخوك من السعودية، اليوم أنا حريص لحضور هذه المباراة. الله حييك. كنت مشجع وبكل قوة للأردن، ويا رب فالهم الفوز والبطولة. الله حييك. لكل مباراة ظروفها، والحمد لله احنا فزنا، المستوى والأداء مش اللي احنا متعودين عليه للمنتخب، لكن الحمد لله طلعنا بنتيجة وفزنا، ونطلب من المنتخب انه يشد حيله للباقيات للمباراة الجاية، وإن شاء الله انهم قد هالنشامة. الله يبارك فيك. الله يحييك. تكلمنا عن الفرحة اليوم. والله فرحة لا توصف، الحمد لله رب العالمين، النشامة عملوها وما قصروا ورفعوا راسنا، الله يعطيهم العافية، وإن شاء الله فالهم الفوز إن شاء الله. فرحة ما شاء الله عليها، الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله أن يكون الكأس لنا بإذن الله. We'll be right back.
السلام عليكم الاخوة الاخوات، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كيف العاده نتمنوا تكونوا كاملين بخير وفي افضل حال ان شاء الله الرحمن الرحيم. اخوتي الاعزاز المغاربه الاحرار، بغيت نعطيكم واحد المعلومه على السريع بالنسبه للناس ديالهم الكريغلات. راكم شفتوهم خرجوا كيقولوا عطيلو البنان، حنا ما غنتفاجئوش حيتاش لاحظناهم الاخوان بكثره بزاف ديال المرات كيكرروا هذه القضيه، البنان 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 في كل مره. بحثت ولقيت الجواب. هل تعلمون يا اخوتي المغاربه الاحرار الاشراف الغزلان، واش في خبركم باللي استهلاك الموز في الجزائر يقدر بموزه ونصف سنويا لكل فرد؟ داكشي علاش مساكن كيغنيو عليه من الستينات. امي والله ما عقليه، قسما بالله العظيمه ما لاقينوش. وخير دليل راكم شفتوا في الكوت ديفوار الاخوان، اغلبيه الفيديوهات ديالهم الاخوان كان كي كتلقاه شد واحد الزلاقيه ديال البنان ودايرها تحت يبطو مزير عليها، فهمتي؟ ما متيقش الحياه الرفاهيه، كنضرب بها الحطال بوس، عندهم بريستيج انك تشد البنان. والله يدير توي ديال الخير. عاشوا الرفاهيه بمعنى الكلمه في الكوت ديفوار، كانوا كياكلوا غير البنان، والفيديوهات شهدوا عليهم الاخوان. كريغلاس ما تقلقوناش، عاروا عليها واحد اللايك، واخا انا عارفكم كتحاربوا الفيديوهات ديال المغاربه كاملين بالديسلايك باش ما ينتشروش، ولكن المغاربه الاحرار علاش كاينين؟ باش يكونوا لكم بالمرصاد. خوتي العزاز حاولوا انكم توصلوا الفيديو لاكبر عدد ديال اللايكات باش يصرو كوموندا ويوصل لاكبر عدد ديال الناس ويشوفوه كاع المغاربه. بداو على بركه الله. خوتي العزاز اول فيديو غنبداو به هو ديال واحد الجزائري في المغرب. سمعوا مزيان شنو غادي يقول من بعد ما سيادنا دخلهم الزيت فاش المغاربه ناضوا. راكم شفتوا هاد اليومين تقربلت بسبباش بسبب ابار، خلينا البنان راه حنا هضرنا عليه في الاول الحلقه ما كيهمناش، كيعبروا على النقص ديالهم مساك الله يحسن العوان. ولكن الحاجه اللي يعني ما نقبلوهاش هي انهم منين حرقوا القميص ديال المغرب. ما غنحتاجش عاد نقول لكم ان هاد الناس ما كيحترموناش، راه يعني ما كيحملوناش، كيكرهونا باش يعني تجيو تحرق العلام ديال واحد الدوله واحده اخرى، راه قاصحه. ولكن حنا ما عندكم فاش تضرونا ولا تحركوا تشعر من راسنا، غير هو ضروري ما غتكون واحد رده الفعل بعقلانيه وبصرامه. بحال هاد النوع راه كمونين، الا ما تحكوش راه ما يعطوش الريحه وما يشدوش الخط، وحنا يعطونا غير التيقار. وداك الفيديوهات اللي شفتهم منتشرين ديال المغاربه يعني كينوضوا كيسبوا وكيقولوا لهم يعني كيتوعدوهم 2025 هالكان جاي غادي نوريوكم شنو كنسواو. هذيك هي اللغه اللي كيفهموا بها، حيتاش هادوك عندهم عقليه ديال الكبرانه الزنقه اعزكم والله، خصهم اللغه الزنقويه من التالي. هادشي علاش شي وحدين دخلوهم الزيت. شوفوا هذا الجزائري شنو قال. قال لك الملك محمد السادس موصى على الجزائريين على الجاليه هنا. المغرب وفيد الشعب الجزائري، عمرهم ما يدناو شي الجزائر. هذه هنا نعطيها لك زينيا. الحمد لله. ولا قرب ليا شي حد ولا قال لي ونقولها جزائري بافتخار. وين مشيت؟ الحمد لله. خاطرك خاطرك راه شوف، ما كاين حتى شي حل من غير انك تطبل من التالي، قاس حسن من كذاب. حيتاش الاخوان عينا نشوفوا عينا كنقولوا ما نعرف ما نعرف، ولكن الساعات لله فاض الكاس وصلت للعظم. هاد الناس راه ما معاهم عشره، هادو اللي كيطبلوا غير كتجيهم الفرصه الاخوان وكيضربوا الدوره كينوضوا السبان. داكشي في الدم في الدم، باش قلت لكم راه ماشي لخاطرو، صح عليه يطبل هكا ولا شنو؟ دابا دخلكم الزيت وليتوا دابا كتسبقوا ان جلاله الملك نصره الله، عرفت تسرحها مزيان وتخرج على الفم ديالك. ملي كتزيرو صافي كتوليو كتسرطو البيض، جلاله الملك كيوصي عليكم وهادي وهادي، انتم كتقدروا هاد الشيء. راه دابا ما غاديش نقول لكم المعامله بالمثل، دابا راه كثر السن بالسن والبادي اظلم. سالينا ندوزو فيديو اخر. اهم حاجه خصنا نبريباريها في 2025 ان شاء الله، اهم حاجه لا بليز اورجونت لا بليز اورجونت في 2025 غادي نظمو كاس افريقيا، ان لي زالجيريان ديال العالم ولي دوب ناسيوناليتي فرانكو الجيريان ايطالو الجيريان لي ديزات دي موند انتي يدخلوا افيك فيزا او ماروك. اهم حاجه الفيزا التاشيره، با دو رونتري او زالجيريان سون فيزا او ماروك، با دو رونتري اي دي كونديسيون سيري ريستريكتيف. فين غادي؟ شحال جايب معاك تاع فلوس؟ شحال جايب معاك تاع دراهم؟ كتقولوا دراهم سوالدا. شحال جايب معاك دوفيز؟ لي كونديسيون، وفين غادي تمشي؟ وفين غادي تبات؟ أهم حاجة هي الفيزا، لو فيزا. إل فو انستوري لو فيزا بور سيكوريزي لو ماروك، باش تأمن المغرب وباش تدوزها في أجواء هانية. لو فيزا، لو كونترول، أن كونترول مينيسيو في لي فرونتيير، في لا دوان، في لا باف، في كاع لي زايوروبور.
خوزيرات، دخلنا لخوزيرات طنجي اي سبته ان كونترول ريغورو. وهذاك لي زافونتاج اللي عندهم هنا يحرك فروج البوليسي ميك عليه، يدير اكسيد فيتاس البوليسي ميك عليه، يدير اكسيدون البوليسي ميك عليه، يركب طاكسي ما يتخلصوش منه، يمشي للوتيل يديروا ليه دمي طاريف، يمشي ياكل ريستورون ما يبغوش تخلصوا منه. كاع هذوك لي زافونتاج بحالو بحال الناس كاملين، بحال لي توريست ديموندونتي كاملين. مي نو سون با بريفيليجي. وهذاك لو بريفيليج اللي كتعطيه انت كيبان ليه بحيت هو قوي، حيت هو دوله قوه ضاربه. ما كيقولش المغاربه سون جينيرو، المغاربه سون اوسبيتالي، المغاربه ناس ملاح، لا، كيعتبر راسو انه هو بويسون وان فين ما مشى عنده قيمه. لو فيزا لو فيزا لو فيزا. ولي سيتويان ماروكان ما تعطيهمش وقت، اوكين فالور اوكين فالور. انا بعدا الاخوان هذا السيد كيمثلني كل التمثيل، شكون متفق معايا؟ الكلام ديالو منطقي ومعقول، وشكون عجبو هذا الاقتراح خليو الاراء ديالكم تحت في التعليقات. واصلا راه الكبره ناس راه ما غادي يديروا لا شي مسلك وشي خاويه في عمره، ما غاديش غادي نسحبوا كاع غير عقلوا على هضرتي. تهنيونا حنا ما فينا اللي يدير راسنا فيكم. دوزو فيديو اخر. تحيه للناس المغاربه الاحرار، باش قلت لكم راه الناس صافي عاقوا عاقوا. هانتوما شوفوا هذا الجزائري شنو غادي يقول في الغربه. والله يا خوتي درتوا لي مشكل كبير مع المغاربه، قسما بالله العظيم اعز الناس التجاره نتاعي مع المغاربه، اموري كامل مع المغاربه، تربطني بهم شوف علاقات جد وجد وجد ومتينه. فزتوا لي الحساب مع المغاربه قسما بالله، درتوا لي مشاكل اقسم بالله. نحل الباب تاعي الجار اللي على لاكوش مغربي، اللي على ضربات مغربي، اللي مقابلني مغربي. الحمد لله فوقي ما كانش. الجيران تاعي كامل مغاربه، التجاره تاعي مغاربه، كلش تاعي مغاربه، صحابي تاع الصقور مغاربه. والله المغاربه ولاو يديزابوني ونحاو من عندي لي كونت، خلطوني مع هذوك اللي يسبوا. وانا انسان بريء، انسان ولد فاميلي، خاطيني المشاكل، لقيت صحابي يعني حبابي لقيتهم ديزابونين من عندي، غلطوا ولا مانيش عارف، لا اله الا الله، درتوني مشاكل مع المغاربه هذو. والله ربي يهديكم، اقسم بالله ربي يهديكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. انا راح نروح نعيش في داكار اقسم بالله في السنغال. شفتوا الكرغله؟ ها هادو هما الكرغلاس والدور ديالهم انهم شرانيين كيتعاملوا بالقباحه. ها هو ابن جلدتهم هو داروا له المشاكل، هو كيقول لك درتوا لي المشاكل مع المغاربه في الغربه، كيقول لك التعامل ديالي مع المغاربه، الناس اللي خدام معاهم مع المغاربه، التجاره ديالي مع المغاربه، صافي الناس المغاربه صافي عاقوا. وهذه احسن حاجه، شدوا الطرف عطيو الطرف، ما تثقوش ما تتعاملوش مع البراني، ما كنعرفوهمش حنا، صافي هدمك خاوه خاوه معانا حنا ما ندوزوش، اما بو صبع الزرق لا ثقه فيه. هذا هو الواقع. دوزو الفيديو اخر. هاد السيد هاوساني نفسه هو بالذات داير فيديو في تيك توك الاخوان، ودير ردة فعل على كومونتير، وهاد الكومونتير كتب فيه شي واحد السيد: انا عندي شركه في ايطاليا، 6 ديال الجزائريين طردتهم اليوم من عندي، علم الله اين مشكل واين هذا. ولكن شوف كتبقى هذا رد كيبقى هذا رد المغاربه، وها هما كاتبينها هنايا: رد المغاربه قادم، اللي جاي راه كثر حيتاش المغاربه عاقوا فاقوا، كنتوا عايشين بيليكي على ظهر المغاربه. شوفوا كيفاش كيتحسر الاخوان. دوزو فيديو اخر. شوفوا صفيه الزفريه شنو قالت، كتشفى: احنا الجزائر اهم من كلش، فهمتوا؟ احنا عندنا الجزائر اهم من كلش، انا واش راني جيت ندير اللايف هذا؟ حتى احنا عندنا المغرب والمغاربه اهم من كلش، كلش ديال كلش. جيت ندير على حاجه واحده، راني فرحانه غير وقتها ندير عرس المروك تخسر المخازنيه الخونه. حمروكي اروح، واش هذاك سمو طويل؟ حمروكي فيان كوشي كوشي، واحد طويل قتلني بالضحك. عمروكي وسموها الاخرى تاع خميسات، الخميسات فهمتوا؟ عندنا الكلاب تاعنا حاشاكم كاع راهم اون اليرت، هربونا راهم اون اليرت كي شافوا هذاك الفيديو، فهمتوا؟ وجوه الخير. احنا دوك المهم تاعنا الجزائر، خط احمر الجزائر فوق بالماضي وفوق بالما صوفيا وفوق اي مواطن. الجزائر شوف الرجال يزولون بصح الجيري ما تزولش، الرجال يروحوا ويجوا بصح الجزائر ديما تبقى واقفه. دوكا خلاص خسرنا حنايا، واش راح ترجعوها لنا؟ راح ترجعوها لنا لا فين دو موند؟ خسرنا خسرنا السنغال وخسرت سبحان الله.
هاي السينيغال ديتونور دو تيتر وحنا ولا بيت نوار تاع السينيغال الجيري ربحنا الي روتور الي روتور خلاص خسرنا ما فيها والو كي نقدروا نحبوا كي نقدروا نربحوا رانا حنا ماذا بينا نربحوا يولي شرف لينا ونفرحوا بعضنا وكي نخسروا لا غالب هذه هي كره القدم فهمت وجوه الخيره دونك سي ني با لا فان دو موند الجيري خسرت خلاص حكينا هدرنا والله الا مساكن المرات كيعيشوا الوهم هادشي كامل اللي قالته كيمثلوا انهم كيفكروا هكاك هما بعاد كل البعد ما كاين غير اعزكم الله البكا والشكا والخناين دوزو فيديو رياضه خليها رياضه وزير الاعلام الجزائري وجه رساله قويه للاعلام الرياضي ديالهم رياضه خليها رياضه وانت مختص في الاعلام الرياضي ليه في الاعلام الرياضي ما هي مباريات انك تتحول من الاعلام الرياضي الى العلاقه الدوليه لعبه وانتهت دينا كاس افريقيا في 2019 ولينا المانيا في التطور والازدهار وخرجنا في كوت ديفوار وما حناش كاس العالم واش صرنا؟ صرنا حتى حاجه اللعبه تقعد لعبه لازم نفرق بين اللعبه وبين المجتمع وبين العمل السياسي وبين التطور الاقتصادي والنمو والرفاه الاجتماعي لبلادنا اما خسرنا في مباراه بين ناديين ولا فريق وطني رجعوا قضيه وطنيه ونقصوا صباح مساء قلوب وعقول المواطنين ونحبط من المعنويات تاعهم هذا من قومي مستهدف بشكل يعني ما فيش نقاش اذا الاعلام الرياضي مدعو انه ياخذ يتنبه لمثل هذه القضايا ومثل هذه المعالجات وبالتالي هذا اللي قال اليوم هو دعوه للاعلاميين الرياضيين ان كل واحد يمارس الاعلام كما ينبغي ان يمارس وتوقفوا على هذه الاشياء التي قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه داخليا او في علاقه الجزائر مع دول الجوار. ويا خو كامونين دولة وشعبا وعسكرا وكبرانات وبصبعيين غنجاوبكم الاخوان بحاجه وحده هانتم هذه رساله غنسميوها رساله وبزاف منكم تصدموا دابا من هذا الكلام ديال هذا الوزير ديال الاعلام زعما جبد الودينات للاعلام ديال ابواق العسكر وزعما هذا الشيء اللي كديروه وهذه ومصالحش وكذا وكذا حنا راه استغربنا ولكن الا جينا نحلوا نناقشوا الامور درجه بدرجه شنو غادي نلقاو السبب هو هذه الرساله هذه الاخوان تديروا بوز وزوميو ونزلوا كاسقراو في خاطركم وهذه الرساله الاخوان ارسلها حزب مغربي قبل ايام لرئيس اتحاد الاذاعات العربيه التابع للجامعه العربيه وهما اللي جبدوا لهم الودينات وهذه الخرجه ديال هذا المنافق هذا وزير الاعلام هذا غير زواق باش يبيض الوجه ديال الكبرانات وبغى يرد الاعتبار للنظام الفاشل ديالهم بعد هذه الفضائح ماشي غير فضيحه الفضائح اللي كفسوها مع كاع العالم ماشي غير الدول الافريقيه والعرب وزيد وزيد حنا دابا عاد تجيو توريونا هذا الاعلام هذه سنين الاعلام ديال الكلاب اعزكم الله غير النبيح كيعرفوا كيدرسوهم حاجه وحده في الفورماسيون قبل ما كيبدا الوظيفه كيشرطوا عليه في السيفي خصك تكون كتنبح مزيان على من علمو غريب هادو هما الاوامر ديال الدوله للاعلام ديالهم سب المغرب والمغاربه فقط لا غير عايشين غير بينا حنايا عايشين حياتنا التلفازه ديالكم كتهضر علينا اكثر ما كتهضر عليكم نتوما هادو احصائيات كانوا تداروا الله يشافيكم الواقع هو هذا الساعات ولله خوتي الاعزاء الفيديو ديالنا هنا تسالا نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه هذه كيف العاده فضلا وليس امرا كثروا لي لايك الاخوان باش الفيديو يتقترح ويشوفوه كاع المغاربه كنت جديد معنا مرحبا بك اشترك في القناه فعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم تصلوا